هذا الشخص ما هو بطل خارق ولا يمتلك قدرات سحرية، وما كان له تحكم بهذا الموقف. سيارته فقدت السيطرة، شوفوا كيف الله سبحانه وانجاه من هذا الموقف. سبحان من تحكم بالأحوال بثواني، كان بيكون بين خيارين، أما أن يكون جنازة أو يكون منوم بمستشفى. طبعا اليوم كنت جالس افرفر على مقاطع الانستغرام وشفت مقطع يطير القلب، ما شالت رجليني من الخوف. طبعا كلنا نعرف ان السياره اذا وصلت سرعه 120 او تجاوزت سرعه 120 تطلع لك اشاره تحذيريه انك تجاوزت سرعه الامان اللي هي 120. طبعا صناع السيارات يضمنون لك سلامتك ان شاء الله من بعد الله الى سرعه 120، في وسائد هوائيه ان شاء الله تحميك من بعد الله. فوق 120 احتمال كبير انك تتعوق، يعني تفقد احد اعضائك، نسال الله السلامه، او تموت لا قدر الله. لكن هذا الرجل كان يمشي بسرعه حدود ال 140 الى 160 وكان على طريق الموت، لكن سبحان من انجا. والله ما ندري وش مسوي، والله ما ندري وش هو مسوي، ما ندري والله لو هو متصدق قبل لا يمشي او وراه شويه بيدعي له او عجيز تذكره بكل صلاه. والله لولا الكاميرا اللي مصوره هالمشهد لا ما صدقت ان هذا الشخص نجا. خلوكم مع الفيديو. كانت قدامه ثلاث خيارات مأساوية، فورد وجمس وصبة، وكان بكل الأحوال لو صدم واحد من الثلاث احتمال كبير يطير من القزازة الأمامية إذا ما كان رابط أحزام. لكن سبحان الله العظيم اللي أعتق روحه. ثبات السيارة بهالموقف كان له فضل كبير، هنا عزز له لو تلاحظ خويه، ومستحيل وقته هنا أنهم يدركون خطورة الموقف لأنه يمر عليهم بشكل سريع ومفاجئ. وحتى لو تسأل واحد سوى حادث، صدقني راح تكون إجابته بيقول لك أنه الوقت مر عليه بسرعة لدرجة أنه ما حس بالوقت. وهذا سبحان الله جسم الانسان يفرز ماده اثناء الخوف الشديد، هذا الهرمون لدرجه انه ما يخليك تدري وش صار، وما راح تحس بشيء اثناء الموقف اللي صار لك. لكن صدقوني بعد الموقف هذول الاثنين، بعد الموقف بساعه طارت عقولهم من الرعب. السلام عليكم. قبل 5 ايام سويت فيديو شاطح، كان الفيديو عباره عن اشخاص يملكون قدرات خارقه او صدف سحريه. على سبيل المثال هذا الشخص دعا على البنت بالحادث وبنفس اللحظه صدمت البنت. يا رب تصدم يا عيال عشان انا اروح انقذها واصير المنقذ، عرفتوا؟ يا رب يا رب يا رب تصدم يا رب يا رب يا رب يا رب, يا رب, يا رب. لقيت اغلبكم يبون ان نشطح على الاقل ولو مره بالاسبوع بمثل هذه المقاطع الشاطحه، لان المقطع الشاطح اللي قبل 5 ايام وصل 50,000 لايك تقريبا، بفضل الله ثم فضل اللي لا شاف مقاطعنا حط لايك. ما علينا، اسعدا باللايك اذا كنت من مشتركيني، واشترك عندي اذا كنت ضيف جديد. انا بيبسي وخلونا مع الفيديو. اول فيديو راح نبدا بفيديو لشخص اجنبي حاضر تجمع الشباب معهم تشارجرات جدد، جروب مسوين تجمع ومغسلين سياراتهم ومضبطينهن، وهذا الشخص الاجنبي اللي يصور يراعي حول للسيارات وقلبه يفرق، يحول وتشوفونه يقول او ماي جاد، بمعنى يعني يا الهي، يحول منجن مع هالسيارات ويتمنى يحول لو يمتلك واحده منها. لكن حدث ما لم يحدث، شوفوا وش صار للشباب يحول اللي مغسلين سياراتهم. Look at the guys. Look at my guys. Fucking guys. الشباب غايتهم يتونسون، لكن انقلب عليهم هذا التجمع هم ونكد. اول ما طرى على بالي قول الرسول عليه الصلاه والسلام، معنى قول الرسول عليه الصلاه والسلام انك اذا شفت شيء يعجبك ادع لصاحب هذا الشيء بالبركه، فان العين حق. مثلا شفت لك موتر جاز لك، قل الله يبارك له، ما شاء الله، تبارك الرحمن، الله يستر عليه، لا اله الا الله، من هذا الكلام. الحمد لله على نعمه الاسلام، الدين يعلمنا ان العين الله يكفينا شره حق، وان العين تؤذي من حولك. وذكر الرسول عليه الصلاه والسلام ان العين تدخل الرجل القبر، العين قادر انها تنهي حياه شخص، نسال الله ان يحفظنا.
ثاني فيديو هذول الشباب كانهم طالعين من مدرسه كذا، كانهم فتره اختبارات، اشكالهم متهيئه على انها كذا، وخويهم قدام الظاهر انه قايل لهم انه بيفحط يبيهم يشوفون له لانه منصدمه، وبالنهايه يعني صدمه كانهم يعرفون هذا الشخص او كانه قريب لهم، لكن بالنهايه حدث ما لم يحدث. خلوكم معنا. يلعن اصله. يا شباب كمل. لا إله إلا الله ما ندري هل هم جالسين يتسابقون أو ناوي يفحط هو، لكن ركز من بعد هذه الكلمة على طول الرجال تقلب. يلعن أصله. يا شباب يلعن أصله. هذول الشباب يتمشون ومروقين والاستكران ألف، لكن سبحان الله الله يكفينا كل شر ويبعد عنا كل بلاء، جاهم واحد ما ندري عن حالته لكن بلاهم الله يكفينا الشر. ما ندري هل هو يطقطق على انه سري، يعني كان بيمازحهم او بحاله غير طبيعيه، بس هو ناويهم يعني صار قدامهم ودبل بريك، لكن انقلب السحر على الساحر وحدث ما لم يحدث. يا هوا مرة وانت جرحت في عمري جرحي في شيء بالفيديو انا ادري ان اغلبكم مركز عليه، وهو راعي السناتة لا اله الا الله سبحان من سلمه، الظاهر انه قاري الاذكار، كان بيروح موت روح الا ثواني، لكن سبحان من سلم هذا الرجال وما جاء سيارته ولا شيء. الله يحمينا ويكفينا كل شر. حبيت انزل الفيديو هذا على اللي يطلبه، وشكرا للي يسوون لي منشن على المقاطع اللي كذا، وفي مقاطع واجد لكن نزلت بعض. اكتب بالتعليقات وش الموقف اللي مستحيل تنساه، اغرب موقف مر عليك، وبس مع السلامة وانتبهوا لكم.